Bismillahirrahmanirrahim. Today we'll start from ayat number 71 of Surah Al-Imran. Start it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت إفا تائفتم تائفة إفاتم من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يرجعون ولا تؤمنوا لمن تبع دينكم هدى الله أي أحد مثل ما أوتيتم أو يهاجكم عند ربكم ربكم عيد ربكم عند ربكم وإن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله
عظيم. عزيز ومن أهل الكتاب من إن ته إن من من إن إن من إن ته من من هو ميكين ستاريو تاريو تاريو أدي أدني إليك ومنهم من إن من هو بدين يؤدي إليك إلى ما دمت أعلم علي ذلك بأنهم ليس علينا في الأميين سبيل سبيل ويكون على الله كذبا وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانه ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا لهم عذاب أليم أختم.
continue from ayat number 78, okay? Okay. Assalamu